أهلا بكم. البداية مع العناوين. وزارة الطاقة: وضع الكهرباء غير ميؤوس منه على عكس ما يسوق له البعض. الراعي: خاف الله ولعنة التاريخ. فضل الله: نناقش ورقة التيار الوطني وهناك مرونة متبادلة للوصول إلى نتيجة. أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على تويتر، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. عمليا لا عنوان يتقدم على مباشرة الحفر في البلوك رقم 9 الثلاثاء المقبل، ولو على وقع محاولة غير موفقة من أكبر مسؤولين في الدولة اليوم للاستثمار السياسي في ملف اقتصر دورهما فيه على العرقلة. أما نظريا فالمبادرة الرئاسية الفرنسية لا تزال قائمة، لكن عثرات كثيرة تعترض دربها وتجعل منها غير جدية في نظر الرأي العام اللبناني الذي لا يتوقف كثيرا عند المزايدات السيادية لبعض النواب في موضوع الأسئلة التي طلب جان إيف لودريان أجوبة خطية عليها. والبداية من موضوع الكهرباء، إذ أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه أن هناك أوساطا حكومية معروفة تصر على اتهامنا زورا وافتراء في كل مرة نستقدم خلالها باخرة فيول ضمن الأصول وفق قانون الشراء العام، وبعد موافقة الحكومة على تمويل تنفيذ خطة الطوارئ الكهربائية. وأضاف البيان: نعيد ونؤكد بأن كل المستندات والقرارات مشارك فيها وموافق عليها ومرسلة إلى كل الجهات المعنية وفق الأصول والقوانين المرعية الإجراء والمعتمدة قانونا بكل شفافية ومصداقية. أما مقولة أن وضع الكهرباء ميؤوس منه والترويج لذلك عبر بعض الإعلام المعروف الانتماء والأهواء، فهذا أمر تضليلي، لا بل أكثر من ذلك، فهو يثير الريبة وهو أيضا غير واقعي وغير صحيح على الإطلاق. والبرهان أن ساعات التغذية زادت وستزيد في حال تم التعاون من قبل كل الجهات المعنية وبعد استقدام البواخر، وأن خطة الطوارئ أثبتت فعاليتها ونجاحها لجهة الجباية وتخفيف الهدر وغيرها. إضافة إلى كل ما تقدم، فإن كميات الفيول الموجودة تكفي لأقل من شهر بحسب مؤسسة كهرباء لبنان المعنية الأولى، فهل المطلوب نفاذ الكميات الموجودة والوصول إلى العتمة الشاملة أم تأمين الاستدامة المطلوبة خصوصا في ظل شح كميات الفيول وصعوبة تأمينها عالميا وليس فقط لدينا؟ من هنا أصبحنا شبه أكيدين أن نية تأمين استدامة الكهرباء للمواطنين غير موجودة، والعرقلة واضحة وقلب الحقائق عبر بعض الإعلام المرتهن أكيد. تساءل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي: إلى متى يا معطلي انتخاب رئيس للجمهورية تخالفون الدستور وتهدمون الجمهورية وتعطلون الحياة الاقتصادية والمالية وتبعثرون السلطة وتفقرون الشعب وتهجرونه إلى أوطان غريبة؟ خافوا الله ولعنة التاريخ. كلام الراعي جاء خلال ترأسه القداس الإلهي في الأحد الثالث عشر من زمن العنصرة في كنيسة الصرح البطريركي الصيفي في الديمان. أتساءل معكم: ماذا يبغي السياد تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للدستور منذ 11 شهرا وهم يدركون أنهم بذلك يحولون المجلس النيابي من هيئة تشريعية إلى هيئة انتخابية فقط، ويتهمون المقاطعين بأنهم لا يريدون انتخاب رئيس وهم معادون للطائف. إنهم يدركون أيضا أن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع إجراء تعيينات واتخاذ قرارات إجرائية تستدعي مشاركة رئيس للبلاد وتوقيعه، وينتقدون مقاطعي الجلسات وهم يقاطعون حفاظا على الدستور، ويبتكرون قضية الضرورة
للتشريع والتعيين والإجراء، فيما الضرورة واحدة وأساسية، وهي انتخاب رئيس للجمهورية. إنها المدخل إلى التشريع والتعيين والإجراء، لأن بوجود رئيس للجمهورية يستعيد المجلس النيابي طبيعته كهيئة تشريع ومحاسبة ومساءلة، وتستعيد الحكومة كامل صلاحياتها الإجرائية، ويسلم الدستور. وفي المواقف السياسية، أشار عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قوق إلى أنه في لبنان هناك مشروعان اليوم، مشروع أولويته الإنقاذ والوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية يؤتمن على السلم الأهلي، ومشروع للفريق الآخر أولويته المواجهة وجر البلاد إلى الفتنة والاصطدام الداخلي، والإتيان برئيس للجمهورية يكون منصة للفتنة والتحريض ولتحقيق أهداف لا تخدم الوطن وإنما تخدم أعداء لبنان. إنجازات المقاومة كثيرة، وما حصل من إنجاز استراتيجي تاريخي بوصول منصة التنقيب إلى حق القانون وبدء العمل، هذا دليل على جدوى ونجاح استراتيجية المقاومة بالتكامل مع مؤسسات الدولة. أيضاً إنجاز المقاومة بانتزاع حقوق لبنان بالثروات النفطية والغازية يؤسس لأمل بإنقاذ البلد من أزماته الحياتية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية. حزب الله وبكل ما أوتي من قدرة يعمل لعدم وصول البلد إلى حيث يريد العدو الإسرائيلي. والمرحلة صعبة ولكن ليست مستحيلة. أما المستحيل فهو مشروع المواجهة. مشروع المواجهة مشروع أبتر لا أفق له، لأنه مشروع يتبنى شعارات أكبر من أحجامهم بكثير. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن الحزب يناقش ورقة التيار الوطني الحر، وهناك مرونة متبادلة للوصول إلى نتيجة. نحن نعتبر أن انتخاب الرئيس هو مدخل ضروري وطبيعي لإعادة انتظام المؤسسات، لكن في هالوقت ما في انتخاب ما فينا نعطل كل البلد. ومن هنا نحن مع انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد. لدينا حوار جاد ولقاءات قائمة، وعقدت لقاءات في الأيام القليلة الماضية، حوار بيننا وبين التيار الوطني الحر على ورقة قدمها التيار الوطني الحر، نحن نناقشها. لدينا وجهات نظر نتبادل بيننا وبين التيار الوطني الحر حولها، من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة للاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية. وهذا الحوار نريده أن يصل إلى نتيجة، ونسعى لكي يصل إلى نتيجة، ولدينا مرونة متبادلة في تبادل الآراء والأفكار، وقد يؤسس ذلك لأرضية مشتركة لتوفير النصاب الدستوري والقانوني لانتخاب رئيس متفاهم عليه ومتفق عليه، وهذا يفتح الباب أمام الحلول والمعالجات في المستقبل. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي هو محور تحقيقات قضائية في لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وسبع دول أوروبية على الأقل تحقق في مزاعم الجرائم المالية. اثنان منها أصدرت مذكرات توقيف بحقه، مبينة أنه في 10 آب الحالي عوقب سلامي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا. وعلمت الصحيفة أن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك فتح تحقيقا في قضية
سليمي، وأفادت نقلا عمن وصفته بسياسي لبناني رفيع بأن هناك فلاش ميموري أرسلها سليمي إلى خارج البلاد فيها أسرار عن عمله تحسبا في حال حصل له أي مكروه. إلى ذلك، نشرت القاضية غادة عون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقرة من التدقيق الجنائي لشركة ألفاريز أند مارسال تظهر بوضوح كيف ترك البلد لمزاج وسلطة شخص واحد من دون رقابة أو محاسبة، وأشارت إلى أن هذه النتيجة هي موضوع دعوة أحالتها منذ نحو سنتين إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان بجرم إخفاء خسائر مصرف لبنان على أمل في أن تأخذ مسارها القانوني. فاصل أول ونعود. من الأو تي في نواصل النشرة. الموقع الخاص لرئيس الحكومة يهاجم حفل عمرو دياب في أسرار اليوم. فرمل البيان الأخير للنائب جبران باسيل اندفاعة المقالات والتحليلات المتسرعة في موضوع المفاوضات بين التيار الوطني الحر وحزب الله. يواصل أكثر من مسؤول قوتي استخدام تعابير غير لائقة في تصريحاتهم المتعلقة بالتيار الوطني الحر في أكثر من إطلالة إعلامية. استغربت أوساط إعلامية أن يقوم الموقع الإلكتروني الخاص برئيس الحكومة بالذات بمهاجمة حفل الفنان عمرو دياب تحت شعار الحرص على حرية الإعلام. عشرين آب 2015 في تاريخ اليوم. بعشرين آب 2015 وتحت عنوان طلعت ريحتكن، وفي هجوم مباشر على المنظومة السياسية، شهد وسط بيروت تظاهرة كبيرة احتجاجا على الإهمال والفساد في ملف النفايات التي كانت تملأ الشوارع في بيروت وجبل لبنان وسائر المناطق اللبنانية من دون أن تتمكن الحكومة من التوصل إلى حل في ظل الفراغ الرئاسي الذي استمر حتى نهاية عام 2016. التظاهرة أتت من ضمن تحركات أخرى مماثلة، غير أنها سرعان ما تلاشت بعد ما حول بعض الأفرقاء إلى منصة للتهجم على فريق سياسي محدد، تماما كما حصل بعد 17 تشرين الأول 2019. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر مواقع تواصل يوتيوب، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك. شكرا لمتابعتكم. إلى اللقاء.